مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. واحد موزة تكون ناضجة، يفضل تكون ناضجة. حجم الموزة لو كانت كبيرة بكون أفضل. شوفان 3/4 كوب، يعني كوب إلا ربع، 75 غرام. هرس المكونات جيد، هم مكونات 2 فقط. الزبيب اختياري، الزبيب 2 معلقة طعام أو الكمية اختياري، انتو وضعوا الكمية اللي انتو بتحبوها. نوضع على الزبيب 15 دقيقة ماء ساخن، يجب التخلص من الماء. قرفة 1 معلقة صغيرة، الكمية اختياري والقرفة اختياري حسب الذوق. والزبيب 2 معلقة نوضع عليهم ماء ساخن، نعملهم قبل بربع ساعة. بعد 15 دقيقة نتخلص من الماء منشان يكون الزبيب رطب وما ينشف في الفرن. هيك جاهزة، هذه كمية صغيرة 6 قطع. لو انتو حابين ممكن انتو تجربوا اول مرة وبعدين تضاعفوا الكمية، انا بعمل كميات صغيرة. بنكورها وبنضغطها، هي طريقة كتير سهلة وصحية. للناس اللي عاملين رجيم واللي عاملين دايت كتير هي ممتازة وبتحسس الإنسان بالشبع. بنحمي الفرن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية تقريبا 15 دقيقة، أكتر شي ممنوع أكتر من 15 دقيقة عشان ما تنشف. نتركها تبرد وبعد ما تبرد بتمسك حالها أفضل، يعني بعد 10 دقائق من نطلعها من الفرن بتكون ماسكة حالها وجاهزة للأكل. هيك هي جاهزة مثل ما انتو شايفين، هي كتير روعة. صحة وألف عافية، في أمان الله. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، وانتظرونا بوصفة جديدة. مع السلامة.